جهاز الشرطه العمرانيه واللجان الشعبيه العامه دعوا للاستصابه امام محافظه الجيزه النهارده علشان نطالب بحاجه محدده واحده، وهي ان احنا عايزين نشيل فلوس المصافه او الزباله اللي موجوده على او ان اشتراكات النظافه المحليه اللي تم التعاقد معاها في شهر واحد اللي فات تنزل وتشتغل بضمير وتجمع تماما من المخلفات السكنيه من المخلفات من الوحدات السكنيه في حي المرايه. انا استشاري وخبير في مجال نظافه المدن من سنه 85، اشتغلت مع هيئه نظافه الجيزه مع الشركات الاجنبيه مع الشركات الوطنيه، وعارف الداتا كلها بتاعت الشغل دوت. للاسف المنهج بتاع اداء الاعمال منهج بيؤدى غلط، بيعتمد على ان هم بيشيلوا من الشارع، فاللي بيتشال بيتحط تاني، اللي بيتشال يتحط تاني، وده اسلوب بيهدروا فيه اموال خضرات امكانيات بدون جدوى فنيه. الزباله موجوده في الشارع مدار 24 ساعه بصناديق وكده. انا اللي انا اتعلمته في حياتي كلها، خبرتي من سنه 85 لغايه النهارده، في منهج اتعلمته في الايه، والمنهج ده مش مطبق. انا عملته على ورق، لان ده ما كانش مكتوب، كتبته على ورق وعملته. ان الخدمات دي بتؤدى بناء على اقسام، كل خدمه وليها قسم معين بتستقل بامكانياتها بعمالها بمعداتها وبتؤدى صح الخدمه، بتلقى النتيجه في الاخر. احنا مسؤولين اللجان الشعبيه في العمرانيه، قلنا بدل ما نحشد الجمهور ونحشد الناس ونيجي نعطل الدنيا ومشكله تكبر اكتر، بقول لك بنعطل الدنيا والناس وقفت، واحد عيان مش عارف يعمل مستشفى ولا بتاع، احنا جينا بنفسنا بنتكلم، بنقول يا جماعه احنا مسؤولين عن الناس مش في العمرانيه كلها. دلوقتي انت المحافظ، احنا ادينا له تقارير من اللجان الشعبيه ان هو شركات النظافه ما بتشتغلش بنسبه 2%، يوقف لها مستحقاتها الشهريه. مستحقات الشركه ديت حوالي 15 مليون جنيه في السنه، 15 مليون جنيه في السنه بتاخدوهم عشان يلموا المخلفات من الناس من الشوارع. خدوا صرفوا المستحقات بتاعتهم مع العلم ان احنا مدين تقارير ان هم ما اشتغلوش. شارع الناصر صراحه، تعالى شوف كان نضيف، تعالى شوفوا دلوقتي الزباله مرميه ومفيش اي حد بينظم ولا اي حد بينظم. صراحه يعني حرام ان احنا ندفع فلوس في الكهرباء وندفع فلوس كمان للزباله. احنا مش مهم ندفع، بس المهم ينظفوا الدنيا. لسه دلوقتي الشباب دول اعضاء اللجان الشعبيه في العمرانيه بيعترضوا على موضوع القمامه اللي متراكمه في الشوارع، وبيقول ان المحافظه بتجمع منهم على اسراد الكهرباء مبالغ دون مقابل، يعني مفيش اي خدمه بتقدم من اجل هذا الموضوع. فطبعا هم جايين يقابلوا المحافظ، فاحنا ان شاء الله ندخلهم لما يجي المحافظ دلوقتي ونعرض عليه ان اما ان هي النظافه تتم بصوره مرضيه، واما ان هو يرفع الفلوس دي من على الكهرباء والناس تتصرف. الناس دلوقتي بتدفع للسفالين العاديين مبالغ كل يوم وبدون مقابل، فلازم يبقى الامور محسومه وواضحه، وان شاء الله لما يجي السيد المحافظ نتكلم معاه في هذا الامر.